بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. يعني مقصد الحديث أن أنت لا تستعجل، كلام موجه للناس لا يستعجلوا، ما أحد لن يموت إلا بعد أن يستوفي رزقه. والجنس الآخر شريك الحياة يعتبر رزق الجنس شريك الحياة، لا شك إنه رزق، كل شيء رزق يعتبر، كل شيء يأتي للإنسان يعتبر رزق. فما علاقة هذا بالإباحية؟ أنه أنت مستعجل على رزقك، أنت لن تموت إلا حينما تستوفي رزقك إن الله سبحانه وتعالى، وهذا في الغالب كاتب لك زوجة أو مثلا ما كاتب لها زوج، فإنه سيأتيك شئت أم أبيت يوما ما، لكن أنت تستعجل ذلك بالفاب والإباحية. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية واستلهمتها من كلام الجيلاني: لما تخالف الحق الله سبحانه وتعالى فيما يريده منك لك، والناس تريد أن تستغلك لها؟ الله سبحانه وتعالى هو لما تخالفه وهو يأمرك من أجل صالحك، ينهاك من أجلك أنت، بينما الناس تأمرك وتنهاك من أجل صالحها هي. الناس تريد أن تستغلك، فتيات، والمقصد هنا الجنس الآخر، أو أي صاحب دعوة باطلة أو حتى دعوة غير باطلة، الناس تريد مصالحها بالدرجة الأولى، بينما الله لا يحتاجك، يريد هذه الأمور لك أنت. الناس ترى من يعطيها أكثر فتنشغل به عنك، ومن يبطئ حصولها على المزيد تتخلى عنه، تنساك ثم تنسى المعطي أكثر. يعني أنت الآن قد مثلا أنت تعطي مثلا مائة ما مالا معينا، ثم يأتي شخص آخر يعطيها أكثر فتذهب معه فتنساك، ثم تنسى الذي يعطيها أكثر من أجل شخص آخر يعطيها أكثر. هاي مجرد تأملات في حقيقة الحياة، كما في قصيدة زين العابدين، يعني في أن حينما تتوفى يقتسم الناس أموالك وزوجتك، تتخذ بعلا من بعدك. هذا من باب التأمل في حقيقة الحياة، عدم الاغترار بها بماديات الناس. فالله سبحانه وتعالى عادك لك أنت، أعطاك ما أنت تريده من الامتلاء الروحي. فالناس تتركك بعد انقضاء المصلحة، الناس مهتمة بأمورها
وهم قلقين على أنفسهم بالدرجة الأولى ومستقبلهم وماديات حياتهم التي تبقى أمامهم. أي شيء يبقى أمامهم يريدونه، سيارة يرونها جميلة يريدونها، والله حقيبة جميلة تريدها، شيء يلمع مثلا سواب يلمع تريده. تخيل الناس منشغلين بهذه الأمور أكثر حتى ربما منك. الناس يعني نعم ربما تحبك، ربما تساعدك، شيء صحيح، الناس فيها خير، ناس ما زالت عندها مشاعر وتحب، لكن في الحقيقة هم مبهورين بالدنيا، يقلقون على عدم إتيانها ويخافون بالحرمان منها. أساسا هم يشعرون بالحرمان منها، حتى من لديه الكنوز والأملاك والممتلكات يشعر بالحرمان منها وعدم رضاهم حتى بعد الحصول عليها. يتبدد البريق وتدب في نفوسهم الحريق، حتى بعد حصولهم عليها يسارع الملل إلى نفوسهم، يشعرون بالوحدة حتى مع الصديق لأنهم في معزل عن الحق وعن نفوسهم الحقيقية، فقد باعوا أنفسهم للشياطين وعاشوا بعذاب وهوان. و يعني هذه نقطة معينة فقط لتبيين بأن الله سبحانه وتعالى اختصك بالزهد، فأنت في خير عظيم. هناك ناس لو أعطي وادي من ذهب لابتغى ثانيا ولا يملأ فمه إلا التراب. لما الهوى خلف الماديات؟ لما الهوى خلف الجنس؟ لما الهوى خلف إفضاء ناس لا يمكن إفضاءهم؟ بينما أنت عندك رب رحيم يرضى منك بما تستطيع أن تعمله، ينظر إلى قلبك لا إلى مظهرك، إلى ما تقدمه من أعمال صالحة وطهارة قلب أكثر مما يعني، ولا ينظر إلى حساباتك في البنك ولا ما يمكن أن يعني أن تنفع فيه، لأن البشرية كلها لن تستطيع أن تنفع الله سبحانه وتعالى. فالمقصد أن لا تترك من يريدك لمصلحته، لا 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 يعني لا تذهب لمن يريدك لمصلحته وتترك من يريدك لك أنت ولمصلحتك أنت. هذه الفتيات مثل فتيات الإباحية هن فتنة لك، زينهم الله سبحانه وتعالى بعينيك فتنة لكي يرى هل تفضلهم على طاعته
هل ستقع في شراكهم فيعذبوك؟ أم أن أنت ستسير في طريق التعافي، ستتلافى التوتر العظيم الذي يضعك فيه الزلل والنظر والانجراف لهذا التفكير الخطر؟ نعم، الله سبحانه وتعالى ينعم عليك وأنت تعبد غيره. لا يتسع القلب لمعبودين، أفغه من الخلق واملأه بالخالق، وهذا نفعه لك وإليك ترجع مكافآته. تفقد فتفقد، تنظر فتخسر، تتواصل فتتنازل، تفتح الباب معهن فتفقد تفقد أبواب وبوابات أخرى. أفضل منهن، سواء من واقعيات أو أمور ساميات. لا تهرع إلى هذه الصور، هذه الفتيات، لأن أنت قدرك وما أنت موعود به أسمى من ذلك بكثير، ولديك فرص عظيمة جدا كي تحيا حياة نظيفة طبيعية، تنقلب إلى رب البرية، تدخل جنات عالية فيها الحور العين، فيها ما تشتهي الأنفس، فيها قرب رب العالمين. فعليك أن تتذكر الفرص العظيمة، فرص الجنة، فرص الدنيا، فرص الحياة المتاحة لك حقيقة الآن ولاحقا، من ناحية الارتباط، من ناحية الشريك، من ناحية المتع، من ناحية الراحة النفسية، من ناحية الفرص المادية، من ناحية الوفاء الاجتماعية، من ناحية أمور كثيرة. يعني قدرت، يعني حينما تكون عالقا في ذهنك ومحبوسا في غرفتك، قد لا تستحضر هذه الفرص، لكنها أعظم حتى مما تستوعب. لديك أنت، أنت خصوصا، أنت بالذات، وأنت تعرف لديك فرص كبيرة لو فقط تأملت في الموضوع. يعني لو أنت جلست تتذكر وتفكر تتصور في المستقبل، رأيت أن أنت بإمكانك أن أنت يعني ليس بإمكانك بل أن الأمر متاح لك بوفرة كبيرة، لكنك تتصد هذه الوفرة. الله سبحانه وتعالى
خلق لك رزقك من قبل أن أنت من قبل أن تولد أنت. قال تعالى: وقدر فيها أقواتها. من صفاته الكرم والرزق. وقال: خلق لكم من أنفسكم، خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يعني خلق لك زوجة، لك خلق لك زوجة لتسكنوا إليها. فالموضوع متاح لكنك أنت تصدى بالإباحية. يا لهذه السخافة. ف يعني أتمنى أن أنت تجلس تتذكر تتأمل في الفرص، والتمرين الثاني أنك أنت تفكر كيف أضيع الفاب أو البي أم أو أو الإباحية العادة السرية. عليك الفرص، و ركز على الروحانيات، واملا قلبك وعقلك بالخالق جل وعلا. هو من سيرزقك زوجة مناسبة لك بفضله وكرمه. هو إلى الله تصير أمور، وهو الرزاق الكريم. وانت أملت لوجدت أن انخراط عقلك بتفكير بهن أو النظر إليهن لا يعطيك سوى الألم، كون هنا لسنا في واقعك. فهذه تأملات إيمانية روحانية فقط في هذه الليلة المباركة، وعلى صوت أذان السحور. أتمنى أن تكونوا بخير وحبور، يتقبل الله منا ومنكم، يغفر لنا، أن يوزعنا شكر نعمه أنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.